صباح الخير لكل مشاهدي الام تي في بلبنان وبكل انحاء العالم. اليوم الاثنين 12 تشرين الاول، ما بعرف ليش انا نهار الاثنين بوعى انشط من غير ايام، يمكن هيدي رده فعل عكسيه لانه نهار الاثنين ببلش الاسبوع بشغل. ان شاء الله بينتقل هالحماس لكم مشاهدينا وبتبلشوا جمعتكم بنشاط وبحماس وبايجابيه. نحن مثل كل نهار تنين في فقرة خصصناها للعودة إلى المدرسة اسمها باك تو سكول. بحلقاتها الأخيرة هالكم أسبوع يلي جايين بلشنا نفوت على المدرسة، ثلاث أرباع المدارس بلشوا، في قسم قليل كتير بعد ما بلش، وحتى التقليع على كل الأشخاص الطلاب الأساتذة والأهل بتكون شوي أصعب من العادة لحتى يرجعوا يفوتوا بنمط المدارس. اليوم كمان موضوع جديد بباك تو سكول، وهو موضوع عن الطلاب يلي بغيروا مدرسة وبفوتوا مش بس من أول وجديد إنما على مدرسة جديدة مع أصحاب جديد وسيستم جديد، وكمان الطلاب يلي بغيروا بلد. يمكن الأمور منستصعبها أوقات، بس في شيء سهل جداً ممكن يصير. ومرة قالت لنا إياه دكتورة بعلوم التربوية وقالت شو ما بدكم تعملوا كطلاب وكأهل، ولكن اعملوا بمحبة مع التلاميذ لأنه هن بحسوا وبيعرفوا كل شيء عم بيصير. صباح الخير تينا، صباح الخير فادي، بلشوا أولادي. صباح النور، إيه خلص أولادي أولادهم حلا بقى. يعني معلش قلعوا قلعوا قلعوا. كيف تقليعة؟ عظيمة. تمام؟ ايه وتقلعتكم اليوم روعة. دايما نحن هوبا هوبا. كيف الهوبا اليوم؟ شو عنا؟ هوبا بقول لك بي اب تو ديت. لا لا وريني شوي هلا. طيب اليوم في عنا رندا معنا اليوم ب ايت سمارت، وفي كوكينج اكيد. فرح يكون معنا شيف جاد. اوكي. وفادي عنا شي شيف بتكنولوجي؟ لا لا لا، بس عنا اخبار كثير حلوه. اخبار كثير حلوه مثل العاده، بتعرفي على طول في شيء خبريه. ليش ما بتقولوا لي شيء لوناتي؟ لا ليش؟ ليه مهضومه كثير؟ حبيت اللوك. طب قل المخرج بخليهم. مش باقي فيهم انت؟ ما بعرف هلا بفكر فيها من هلا لا اب تو ديت. بس تذكير سريع مشاهدينا ببعض المواضيع يلي عنا اياهم كمان اليوم بحلقتنا. بتوب ستوريز طوابع بتكرم شخصيات لبنانيه، بفاميلي كمان يلي بيتابع من التنين للجمعه، الولد يلي بيكون كبش المحرقه بالبيت، وبصحه مراقبه النمو عند اولادنا. رح نبلش انا وتينا باب تو ديت، خليكم معنا. بي اب تو ديت بتبلش دائما من اخبار محليه واخبار طبعا عن الموضوع اللي شاغل الناس وهو موضوع النفايات. ابلغت مصادر وزاريه متابعه لملف النفايات بانه التحضيرات لخطه وزير الزراعه اكرم شهيب بلغت مرحله الاخيره، وبعدها عم تنطر موافقه حزب الله على موقع جديد مقترح لاقامه مطمر بمنطقه البقاع الشمالي كخطوه اخيره قبل دعوه الرئيس تمام سلام مجلس الوزراء للانعقاد لاقرار اجراءات تنفيذيه بتتعلق بها الخطه وتحديد ساعه الصفر للبدء بتنفيذها. وتوقعت المصادر جواب من حزب الله اليوم او بكره على ابعد تقدير، وما بيستبعدوا عقد جلسه لمجلس الوزراء الاثنين او الثلاثه لانجاز هالملف. توقعت المصادر بانه تكون جلسه الحكومه العتيده هي الاخيره، ولو من دون استقاله بعد اعلان النايب ميشيل عون نيتو على مقاطعه جلساتها بحال فشل تسويه الترقيات العسكريه يلي اعلن وزير الدفاع سمير مقبل بانه موضوعها انتهى. وطبعا على كل مين بيثير هالمساله، مراجعه القانون الدفاع الواضح جدا ويلي بيقول انه الترقيات مرتبطه بوزير الدفاع وهو بس يلي بيقترحها. طبعا
طردت إدارة مستشفى ببريطانيا رجل نازل بها المستشفى عم بيتعالج لزيادة الوزن والبدانة، ستيفن أسانتي عمره 33 سنة وتقله 340 كيلوغرام، كان عم يتبع خلال 80 يوم من وجوده بالمستشفى هالعلاج تا ينزل وزنه، فكان رح يخسر 150 كيلو من بعد ما عمل عملية تصغير المعدة، ولكن انشحت من المستشفى من بعد ما الأطباء لقوه عم بيأكل بيتزا هو كان طالبها بدون ما حدا يعرف، فما كان عم يحترم قوانين العلاج إذا بدنا نقول، فكحتوه من المستشفى. مش غلط، قصاص هيدا، قصاصوه للزلمة المستشفى يعني مش انه شركة مش من المدرسة، قصير مش من المدرسة جحط. خبر جديد عن رجل أمن بالسعودية، وشافوا هالرجل الأمن وصوروا، وطبعا مشيت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهالرجل الأمن كان عم يعطي معي من إيده لبسينة عطشانة كتير، فهيدا الشيء أثار إعجاب كتير من المعلقين على وسائل التواصل، ولمكافأته على حسه الإنساني أعلن صاحب أحد المطاعم بمحافظة جدة بأنه رح بيقدم وجبة غذائية يومية مجانية لمدة عام بكامله لهالرجل الأمن، وأوضح صاحب المطعم رح بقدم له وجبة غذائية مجانية يوميا إذا كان من سكان محافظة جدة، أما إذا كان من خارجها فرح بعطيه بداله المال لحتى اللي هو يقدر يكفي حاله بالوجبات الغذائية. شو مهضوم مهضوم كتير، مش حلو الصورة كتير. زحمة سير هائلة مش بلبنان، بنقرب مدينة بكين بالصين، فألاف من الأشخاص كانوا راجعين من العيد، فرصة العيد الوطني، ولكن السبب هو أنه قرروا السلطات بوضع نقطة تفتيش على الطريق، فعم تتصوري عجقة السير، صفوف صفوف من السيارات عم بيجربوا يدخلوا المدينة، أكثر من 750 مليون شخص بيعيد هالاحتفال وبيخرج من المدينة على فترة يومين، رح بعيدوا سوا على الطريق. قدي أخذتهم وقت كل واحد يرجع بيته؟ عن جد أولي يمكن بعضهم هلا على الطريق، يمكن هلا المهم أنه احتفلوا سوا على هالطريق، إن شاء الله كان معهم الزوايد الكافية. بس معقولة بيعملوا هيك اشي؟ مش بس عنا لكن ونحن من كرمال الساعة يعني خلص. نحن من ما بقى حنق إذا هيك تينا. ننتقل لخبر، دايما هيك بننهي بخبر شوي صحي، بعض المعلومات الصحية، وكثير من الأشخاص بحبوا يتناولوا الحلويات وتحديدا الشوكولا، وتحديدا لما بيكونوا معصبين أو زعلانين، فهالرغبة بتناول الحلويات والشوكولا منا من جراء الجوع، إنما لما بيحتاج الدماغ لجرعة من هرمون السعادة السيروتونين، وهيدا الشيء بيعني إنه نحن مش جوعانين إنما بدنا شيء خلينا نحس حالنا أحسن. أكيد بعض النصايح يلي بتخلينا إنه ما نكتر من أكل الشوكولا والحلويات، أو حتى نقدر نستبدلهم بشيء تاني بشيء أكثر صحي، هن إنه بالأول ننتبه إذا نحن جوعانين ولا نحن بس معصبين وبدنا ناكل الحلويات. إذا كنا جوعانين الأفضل إنه نستبدلهم بوجبة مالحة، ومن بعدها بناخد السكر. نحن بنعرف تينا، يمكن نحن صار عنا كثير معلومات من ناتالي ورندا إنه أحسن ما يفوت دغري السكر على الدم لأنه بيرجع بيعمل شوت كمان سريع. صحيح، فرح تكون هيك مفرفحة على فترة قصيرة، بس بعدين رح ترجع نرجع نقصد داون، وكمان نضر صحتنا يعني بذات الوقت، فالأفضل أنه ناكل لأنه وجبة صغيرة مالحة ومن بعدها نروح على الحلويات. كمان هيك نصيحة مهضومة هي أنه فينا ناخد حمام مي سخنة، وأثبتت دراسات أنه حمام المي سخنة ممكن يخلينا نرتاح أكثر ويصير دماغنا يشتغل بتضحك. هداك يعني أنه هلا بعد شو اذا شفتك معصبه رانيا فزت دوش فز باخذ دوش. انا بوجودك ما بعصب تينا اصلا، بدي دوش وجعي. المي لازم تكون سخنه كثير لحتى اللي يخلي جسمنا يسترخي ويرتاح. واخر نصيحه هي طبعا من البديهيات انه ممارسه الرياضه على القليله نص ساعه رياضه لحتى يفرز دماغنا هرمون الاندروفين يلي بخفف الرغبة من تناول الحلويات. يا تينا
صورتنا اليوم اكيد وصلتنا على موقع mtv.com.lb. انتم كمان اذا هيك التقطوا شي صوره حلوه في انا فيكم اكيد عندي صوره حلوه كان عبالي مرقه هلا بحطها على فيسبوك. صورتنا اليوم لغروب الشمس بمنطقه منا بعيده من هون. زاري رانيا زو؟ لا اقرب كثير. دبي؟ برافو دبي. اوكي ايه منظر رائع بالفعل على السانسيت. ايه وشوفك الوان حلوه مع الشمس. بين طقس حلو على السانسيت. طقس حلو ليك الشتوي اختفت. اجا من بعد ابخي لا بلوي اكزاكتلي لو بو تان. فعنا طقس حلو. حتكون مشمسه لفتره طويله. وبين تشرين وتشرين صيف تاني فينا ننزل على البحر أكيد. حتى تينا اكيد. هيدي كانت اخبار اب تو ديت لليوم. رح ناخذ وقفه سريعه او ما بناخذ وقفه سريعه بنروح لعند فادي على تكنولوجي وانا بلاقيكم بعد ثواني.